الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وختم لنا ولكم بالقبول والدرجات والعتق من النيران. هنيئا لكم يوم فطركم، هنيئا لكم يوم مغفرة من ربكم، هنيئا لكم في هذا اليوم وقد نكس الشيطان رأسه وقد بكى وتحسر وقد ندم وعاهد وجدد العزم على أن يعود للغواية والإضلال. هنيئا لك يا كل عبد من عباد الله صمت وقمت واحتسبت لربك، هنيئا لك مغفرة من الله، هنيئا لك رضوان من الله، هنيئا لك من النيران عتقا ومن الرحمن قربا ومن شفاعة النبي نصيبا. هنيئا لك يا كل عبد تقربت إلى الله ولو لحظة، يا كل عبد استغفرت ولو مرة، يا كل عبد ذكرت ولو ذكرا واحدا، يا كل عبد صليت على النبي ولو مرة واحدة. هنيئا لك في هذا اليوم فهو يوم المرحمة، هنيئا لك وقد نظر الله إليك، ومن نظر الله إليه لا يعذبه الله أبدا. هنيئا لك فإنه يوم الفطر، يوم المغفرة، يوم الرضا، يوم التجلي، يوم الجائزة، ذلك اليوم الذي يمنح الله فيه عباده الصائمين جائزته الكبرى لهم قبولا ومغفرة وعفوا وغفرانا. فأي منزلة بعد تلك المنازل وأي درجة بعد تلك الدرجات؟ لكن احذر أيها الحبيب، فإن الشيطان قد نكس رأسه وندم وتحسر لأن الله غفر لجميع أمة محمد إلا للمتشاحنين أو لعاق والديه أو للمشرك. غفر الله لجميع العصاة من أمة محمد وكلنا عصاة، غفر الله لكل أصحاب الذنوب من أمة محمد وكلنا ذو ذنب، غفر الله لكل المخطئين من أمة محمد وكلنا ذو خطأ. لكن الشيطان وهو يتحسر على مغفرة الله لنا، وهو يندم على نظرة الله إلينا نظرة رضا، قد جدد العهد والعزم على أن يعود للغواية والإضلال أشد مما عليه قد كان، وأنه لن يدخل النار وحده،
وأنه لا بد وأن يكون له من بني البشر أعوان ورفقاء إلى جهنم، فهل ترضى أيها الحبيب أن تكون أنت أحد هؤلاء الأعوان، أو أن تكون أنت أحد هؤلاء الرفقاء؟ إني لا أرضى لك ذلك. لذا إذا كان الشيطان قد عاقد العزم وبيت النية على الغواية والضلال والإضلال، فأنا أقول لك هيا تعال معي نجدد العهد مع الله ونعقد العزم ونبيت النية على توبة دائمة وعلى مغفرة وعلى قرب من الله سبحانه وتعالى على الدوام، أملا في أن ننال مغفرة من الرحيم الرحمن. تعال نجدد العهد على طاعة لن تنقطع، تعال نجدد العهد على قرب سيدوم، تعال نجدد العهد على عبادة فيها خشوع وإخلاص، تعال نجدد العهد على عدم هجر القرآن، تعال نجدد العهد على لسان سيكون دوما رطبا بذكر الله والصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنيئا لنا في العيد، وفي العيد ليس العيد لمن لبس الجديد، وإنما العيد لمن خاف يوم الوعيد، العيد لمن استعد ليوم الرحيل، العيد لمن وصل الرحم، العيد لمن أطعم الطعام وأفشى السلام، العيد لمن واصل عبادة رمضان. ولذلك حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يرتقي بنا من عبادة إلى عبادة، فيقول من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كأنه صام الدهر كله، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذا يطلب منك النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقل من طاعة لطاعة ومن عبادة لعبادة. تعالوا بنا إذا كنا في العيد، فأولى بنا أن نصل الأرحام الذين هم على قيد الحياة. لكن من أشد المنكرات، وإن كنا لا نملك دليلا على التحريم قاطعا، أن نترك أحياءنا وقد هجرناهم وقطعناهم ودمرنا أواصر المحبة والوصال معهم لنذهب إلى المقابر لنجدد الأحزان، لنذهب إلى المقابر لنزور الأموات، لنذهب إلى المقابر لنعاود البكاء، لنذهب إلى المقابر لنبكي على زمن قد فات ونسينا أن ذلك الميت يصر بأن تزور من هم كان يحبهم ومن كان يفرح بودهم، لأنه من علامات البر بعد الموت إكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. واسمع لسيدنا صلى الله عليه وسلم في قوله وفي فعله حينما دخلت عليه امرأة فهش لها وبش حتى غارت أمنا عائشة رضوان الله عليها وأرضاها، فلما انصرفت قال عليه الصلاة والسلام كانت تأتينا أيام خديجة. إذا كنت تريد أن تزور الأموات فزورهم في غير العيد، ولكن اجعل العيد للأحياء، اجعل العيد فرصة للعفو والتصافح والمناصحة والمسامحة، اجعل العيد كما غفر الله لك ما مضى وكما سترك فيما مضى، اجعل العيد صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى ومع خلقه ومع عباده، تتسامح وتتصافح وتعفو لتنال المنزلة الأعلى والغاية الأسمى القرب من الله سبحانه وتعالى. تصدق بعرضك على كل من خاض فيه وعلى كل من اغتابك وعلى كل من أساء إليك، رجاء من الله العلي أن يغفر لي ولك وأن يعفو عني وعنك. هنيئا لك في عيدك أن تأكل وأن تشرب وأن تلهو وتلعب. إياك أن تظن أنني خرجت اليوم لأقول لك لا تلهو ولا تلعب ولا تفرح، أبدا، بل الهو والعب وافرح وافعل كل شيء، فإن الإسلام لم يحرم الحياة وإنما حرم الإسلام الحرام. فافرح، ولكن اعلم أن الصلاة في ميقاتها كما هي، فرمضان انتهى لكن الصلاة باقية،
ورمضان انتهى لكن القرآن باقي، ورمضان انتهى لكن الله سبحانه وتعالى حي لا يموت، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. فهيا شمروا عن ساعد الجد، وهيا عودوا لربكم، وهيا استمروا على ما كنتم عليه في رمضان، وأكثروا من الاستغفار والذكر والتسبيح والتهليل والتكبير، ورددوا قول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يلا بينا نختم بصوت عالي ونقول التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد، وسلم تسليما كثيرا. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وهنيئا لكم يوم فطركم ويوم عيدكم، وأسأل الله العلي القدير في هذه الأيام المباركات أن يعيدها على مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، وأن يعيدها علينا وعلى المسلمين في شتى بقاع الدنيا بأسرها بالعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وأن يرزقنا القبول، وأن يختم لنا بإحسان، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. هنيئا لنا ولكم، وكل عام وجميع شعبنا الحبيب في شتى بقاع هذه الأرض المعمورة بخير ويمن وبركة، وكل عام وشتى الجاليات الإسلامية والعالم العربي والإسلامي كله بخير ويمن وبركة. أترككم في معية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.